نادر، الراجل اللي عندي سلمه ابنه، خليهم يروحوا. الله يعمر بيتك يا باشا، الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا، الله يكرمك، الله يكرمك يا باشا. خش اتفضل خش. ادم يا حبيبي، كده يا ابني تخلع قلب امك، كده يا ادم، ليه كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ احكي لي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ عملوا فيك ايه؟ انا كنت في الجامعه، داخل في الجامعه عادي، لقيت في مظاهره. الحمد لله على السلامه يا سياده. مظاهرات؟ مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خالي انت مش فاهم حاجه يا خالي. بلا خالي وبلا زفت بقى. اهدى بس، استنى انت كمان. عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة. أنا نبهتك قبل ما تروح الكلية، قلت لك إحنا من سكة والناس بتوع المظاهرات دول من سكة تانية خالص. يا ابني إحنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا إن إحنا نكسب لقبتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما أنا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بقية عمرك ورا الشمس؟ يا آدم أبوك بيحبك وخايف على مصلحتك. أهو قال لك أهو. خالي والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين، ما تخف على الواد شوية. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا؟ امال امي؟ مش انت المسؤول عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك اما الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، الله يسامحك. تعمل لي عملة وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يابا ما تصحش كده اهدى يابا. انت بتمددك عليا يالا، انت بتشدني والله. عال لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا، لا انا هنا الكبير اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى، انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي، واللي مش هيسمع كلمتي اطلع بره البيت. اتفضل بره بره. ايه يا امين حرام عليك يا ادم. انت بره بره. ادم حرام عليك يا ادم. تعالى راح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الأول في الآخر أبوه خايف عليك. هنزل شوية. أدم أنا عايز الشقة لوحدي. جرايا بطة، أنت عايز الشقة ولا مرزوق؟ الشقة طبعا. عين العقل. حاجة تاني؟ بقول لك ايه يا عم عبيد، ما تفكك اخويا من حكايه تصوير المستندات دي وتيجي تشاركني. اشاركك فيها زغلول. انا اقول لك تضم محلك على محل الملابس بتاعنا وربنا يكرمنا ونوسع المجال. ايوه بس انا الصراحه يعني ما بفهمش في شغلانه الملابس بتاعتكم دي. لا ومين بيفهم يا حبيبي؟ انا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد اخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك، بنستر الناس ربنا بيكرم. ايوه بس الصراحه يعني انا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني اشاركك بيها. ما شاء الله ما شاء الله، الف الف مبروك. الله عليك يا عم امين، منور الكرسي والله، فعلا الرجل المناسب في الكرسي المناسب. شكر يا معلم فتروح، ده بس من ذوقك. لا ده من حظك وسعدك وهناك وبختك الحلم. على ايه يا حسن؟ دي مسؤوليه وهم ما يتلم. اخر المتمة ايه زياده في المرتب 40 جنيه؟ ده بس الجواني، انما البراني حاجه تاني خالص. براني ايه؟ البراني برضك ملاليم، لا بيودي ولا بيجيب. اسكت يا راجل، اسكت، ده انا شارب الهم من كعاني. خلاص من النهارده هتودع الهم والغم والفقر. بس انت اسمع كلامي وحتاكل بقلاوة. ايه خير؟ ليه واحد حبيبي بيشتغل مجول في المعمار، الراجل ده مريش حبتين وكمان عنده حتة ارض عايز يطلعها عمارة 12 دور. اه بسيدي ربنا يزيد ويبارك. ايوه بس في مشكلة، الراجل ده واخد ترخيص ان يبني العمارة 6 دور بس.
لا ده كده يبقى في مشكله فعلا. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك ليه يا حلو يا عسل يا ابو بوك نور؟ ايه جاي يعني عايز اعمل لك ايه؟ تعمل له ترخيص جديد وبدل الست ادوار تخليهم له 12 دور. يا معلم انت بتقول ايه؟ ده كده يبقى مخالف للقانون. يا عم امين الراجل مستعد يدفع ثمن التراخيص والمصاريف اللي تطلبوها، وكمان هيبني العماره بما يرضي الله وبالاصول. ده مستثمر، ليه تطفشوه؟ اذا كان علي انا ما عنديش مانع، بس برضه لازم ارجع للمدير العام. مدير العام وترجع له ليه؟ ما انت في ايدك تخلص الموضوع، وكمان الراجل ما عندوش مانع ان ياكلك بقلاوة. لا معلم فتوح، انا برضه بتاع الحاجات دي. الله، جرى ايه يا امين؟ ما احنا كلنا عارفين انك انت بتفتح الدرج، هتعملهم عليا ولا ايه؟ انا بفتح الدرج عشان امشي شغل الناس، انما مش عشان ازور تراخيص واضرب تراخيص. ومين قال كده؟ الراجل عايز يمشي بالقانون، بس انت هتديله استثناء، وزي ما انت هتقدره هو كمان هيقدرك، بس المهم تخلص الموضوع وتعمل له التراخيص. بكل حال زي ما قلت لك برضه لازم ارجع للمدير العام. اوه كانك فجري وهتضيع منك ال 20,000 جنيه. 20,000؟ ايوه 20,000 جنيه، وكانه ما يكون من نصيب المدير العام، ما هو الفجر عارف صحابه. يعني هو الراجل قال لك انه عايز يدفع المبلغ ده في الترخيص؟ زي ما قلت لك، ولما انت تشوفه هو هيشوفك، وكمان في يدك تشوفه بالمداري من غير ما حد يعرف ولا ياخد باله. والله الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة، فكر أنت بس الأول وبعدين رد علي. مبروك فرحان. ها لا 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 سجاير، لا احنا اتفقنا ياخد بطه مفيش سجاير مش هيلمسها خالص. هنتكلم في ده، هنتكلم ولا رجع الجهاز؟ لا لا يا عم رجع السجاره. حلو، الف مبروك يا عريس. أوه. الف مبروك يا بطه، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله يبارك فيك. عقبالك يا هاني. والله كبرتي يا بطه وبقيتي عروسه. عقبال ما اجيب جهاز ولادك يا رب. عقبالك يا ادم ان شاء الله قريب. ده بيت امين عبد الحي سلامه. ايوه يا باشا. قبض على عم عاملين في رشوة، وكمان ايه جايين يكبسوا عليه عشان يظبطوا الفلوس اللي قبضها. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ديس؟ حرام عليك يا جدع، عم امين طول عمره راجل نضيف وسمعته زي الجنيه الدهب. نضيف؟ مش انا اللي بقول يا سمينة، الحكومة اللي بتقول، ولو مش مصدقني روح اسألهم. هدي اخر المشي العاوج والقبض بالايد الشمال، ده بكرة تبقى فضيحتهم بجلاجل. فضيحة بس؟ دي فضيحة بريحة، واللي ما شمش الخبر بكرة هيشم وريحته ومنتنا تبقى في كل مكان. هحمدك يا رب، ده ربنا خلص لك يا ولا طارق يا حبيبي. حبيبتي ياما. لما تطلع ياض بقى بنت انتي متلوش ان شاء الله خير، وبعدين ان شاء الله يطلع سوء تفاهم وهنمشي كلنا مع بعض. بس بنت بقولك يا طه، ايه يا تاخد اخواتي تروحهم والمره تقعد معاهم شويه، نجيب لي جاكيت وانت راجع. لا يا ادم انا مش همشي من هنا لما تطمن على ابوك. انا مش هسيبك. لا يا ادم خلاص يا ادم سيبك. شو عم نعمل له اخر مره؟ راح خلاص بس الصوره عشان ما حدش يجي يزعلنا ومشينا. اهدوا كده بقى باذن الله خير. ادم انت بتعمل ايه هنا؟
ايه ده؟ انت عندك حاجة ولا ايه؟ لا ابدا، انا ابويا بيحققوا معايا في مشكلة كده. بيحققوا معايا في ايه؟ حاجة كده يعني، ان شاء الله خير. طب ايه ده؟ انا كده كده داخلة للمأمور، اديني اسم باباك بالكامل وانا هحاول افهم منه ايه الموضوع. انت تعرفي المأمور؟ لا داخله له في حاجه لازم اخلصها معاه. طب والنبي عليها لا تقفي جنبي، انت عارفه انا ما عنديش واسطه ولا اعرف اي حد، تكلميه كده ولا تقولي له اي حاجه. ما تقلقش يا ادم، قول لي بس اسم باباك بالكامل ايه. امين عبد الحي. طب اهدى واستناني هنا وانا راجع لك على طول. أنت متهم بتقاضي رشوة والتربح من خلال وظيفتك الحكومية يا سيد أمين. أنا غلبان يا سعادة الفقيه. أنت متصور صوت وصورة وأنت بتاخد بقية المبلغ، يعني القضية لبساك لبساك، مفيش داعي للإنكار. أخدت الرشوة ولا لا؟ غصب عني يا سعادة الفقيه، والله غصب عني. الدنيا كانت ملطشة معايا ومش عارف أعيش، كنت مضطر والمضطر بيركب الصعب. مفيش أصعب من فساد الذمم والأخلاق، ولا إيه يا سيد أمين؟ عارف، عارف والله يا سعادة البيه. أنا كنت عايش بما يرضي الله وكافي خيري شري وراضي باللي بيبعته ربنا، بس مش ذنبي. أنا ترس في مكنة بيه والمكنة كلها مصدية، يعني كان لازم الصدى يطلني. سعادة البيه، أنت لو حطيت تفاحة بايظة جوه قفص تفاح سليم، القفص كله هيبوظ ويعفن. شوفوا مين اللي ساب التفاح البايظ جوه القفص لغايه القفص كله ما باظ. يعني انت معترف انك اخدت الرشوه؟ وانا الواحد اللي باخد يا سعاده البيه؟ ما البلد كلها بتاخد، من كبيرها لصغيرها بياخد. الكل فاتح الدرج ومستني السبوبه اللي هيرميها له صاحب المصلحه. هو في حد عايش على مرتبه النهارده؟ قبل ما تحاسبونا احنا بيه، حاسبوا الكبار، الكبار اللي باعونا برخص التراب، خدوا عمولات بالملايين. ولا هو الغلبان في البلد ده مالوش ظهر؟ هو اللي لازم ينضرب على بطنه لحد ما يموت. ما تكتبش الكلام ده يا ابني. عم امين حاسب على كلامك قبل ما تلبس قضيه تانيه غير قضيه الرشوه. ما عادش تفرق معايا يا بيه، انا خلاص راح في داهيه راح في داهيه. ازاي عليك النبي، دوروا على راس التعبان واقطعوها، دوروا على الكبار بخدروا هموس من قدامنا وسابونا نسأل الله في حق الرغيف الحاف، مش لاقيينهم، دوروا عليهم وخلصوا البلد منهم عشان الغلابة اللي زي حالتنا احنا يعرفوا يعيشوا. والله العظيم لو مسكتوا دلوقتي انا روحكم. في ايه؟ اسكتوا بقى يا جماعه. ايه ده يا ده؟ قلبي معاك يا بطه، قلبي معاك يا ساميه. شفت بختنا؟ ما اعرفش ماله يا هلا. تعرفيش امي عامله ايه دلوقتي؟ جبنا لها دكتور وان شاء الله تبقى كويسه. اطمن يا ابني، زمان ام نضال قاعده معاها دلوقتي. قولوا لي عم امين عامل ايه؟ ولا حد عارف اي حاجه. استرها يا رب. كنت مستخبي لنا فين ده كله يا ربي. هادي بس هادي، ما تعمليش في نفسك كده يا بطه. انا ازاي بس؟ مش عارفه هنلاقيها منين ولا منين. اطمنوا، عم امين طول عمره راجل شريف واكيد بريء ومتهمينه غلط. انا قلت كده برضه، أبوك طول عمره راجل محترم، لا يمكن يعمل كده. مرزوق إيه؟ إيه اللي حصل يا مرزوق؟ أبوك لابس قضية رشوة. إيه؟ يا لهوي رشوة؟ رشوة إزاي يعني؟ قلبي معاك مش مسكون متلبس؟ ازاي؟ متلبس؟ متلبس ازاي يا مرزوق؟ متلبس ازاي؟ يابا محكمة! بعد الاطلاع على اوراق ومستندات في قضية رقم 38 جنايات القاهرة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فتوح محمد هريدي والمتهم امين عبد الحي سلامة مرتجي موظف عام، وذلك بالسجن 3 سنوات لكل منهم.
تقبل الله. تقبلنا الله. اسم الكريم ايه؟ ادم. ادم اسم جميل. الله، ده اسم ابو الانبياء والخلق. اخوك مصطفى. انت من المنطقه هنا يا ادم؟ من ابو العلا. ما بشوفكش كتير معانا في صلاه الفجر. بصراحه يعني انا مش منتظم في الصلاه قوي، بس عندي شويه مشاكل كده، فقلت اجي اصلي معاكم الفجر يا جماعه. انت ابن حلال، لان انا هقول لك دعاء تقول ورايا كده، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك كل كربك وهمك. اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس اللهم اني انا عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني إن شاء الله ربنا هيفك عنك جميع كرب. آمين يا رب. أخوك محمد. على فكرة أحسن حاجة اللجوء لربنا. أنا كنت زيك مش منتظم لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد أخد بإيدي وقال لي كلمة لسه فاكرها لغاية دلوقتي. قال لي إن الصلاة هي الصلة اللي بينك وبين ربنا، فمعقولة نقطع الصلة اللي بيننا وبين الخلائق؟ ربنا يخليك يا شيخ مصطفى. وعايزين كده نشجع بعض ونشوفك دايما معانا كده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. يلا بينا بقى مع الاخوه نسمع كده درس ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيه ان شاء الله. ان شاء الله. يا شيخ ادم. يا باشا. مش لابس اليونيفورم ليه؟ يونيفورم ايه يا باشا؟ الجلابيه والطاقيه والسبحه. ما تاخذنيش يا باشا، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. يا ابني عده الشغل يا غالي. اصل زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير. يعني جات لي كده صوره في المنام وانت لابس فيها ابيض في ابيض، جلابيه بيضه وطاقية بيضة وماسك سبحة خضرة. بسم الله ما شاء الله عليك زي القمر. وقال ايه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقة ابو العيلة، وقابلت كده ناس لابسين ابيض في ابيض، ناس من هم الطيبين دول قاعدين بتخططوا لحاجة، بتكلموا في حاجة، ناويين على حاجة. بس ساعتها بقى أنا صحيت، معرفش بقى. كنت بتكلموا في إيه يالا؟ كناش بنقول حاجة يا باشا. أنا كل الحكاية إن أنا اليومين دول تعبان وظروفي ملخبطة معايا، فقلت أنزل أصلي الفجر. بالصدفة هناك قابلت ناس معرفهمش، قالوا لي تعالى أحضر معانا درس الدين. عينك ما تفرقش عيني. قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. قعدت معاهم وحضرت الدرس، كنت محتاج اسمع كلام ربنا يطمني. واطمنت يا روح امك؟ عينك ما تفرقش عيني ولا خزهم لك؟ ها؟ انت متعود تروح الجامع ده؟ ابدا يا باشا، انا بروح بس في الجمعة والعيد. وش معنى الجامع ده تحديدا؟ ابويا يا باشا كان معودني من وانا صغير اروح اصلي في الجامع. زي ما تقول كده يعني كان فرحان بخلفتي، عشان انا الولد الوحيد على بنات،
خدني نروح نصلي في الجامع. كل الحكايه كان نفسه ان ابنه قلبه يتعلق بالجامع. اكيد حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامع. مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك. Mr. Richard, where are you? Hey Nancy, how are you? I'm so sorry, I only got back from Sharm now. But I have prepared your money, so it's at the old villa. Okay, now I'm traveling tomorrow and I really need the rest of my money today. Traveling tomorrow? Your money is ready and I would really like your opinion on some accessories I bought in Sharm. Well, actually I'm very busy today. Can you send me someone? Nancy, I just don't have anyone I can trust with that amount of cash. I'd prefer if you can pick it up. Okay, can you send me your address in a message, please? I'll do that right away. Thank you. Bye. هتوحشيني يا نانسي. انت كمان يا سهر. على فكرة أنا وصيت ماما لو احتاجتي أي حاجة روحي لها في أي وقت. اوكي يا حبيبتي. وخدي الفلوس دي. كفاية، أنت اديتيني مكافئتي خلاص. معلش عشان خاطري، ريحيني يا ستي. اوكي يا حبيبتي. بصي بقى، أنا اتفقت مع جاليري هيشتري كل الحاجات اللي عندنا طبعا بنص التمن كالعادة لما يعرفوا إن في حد مزنوق ومسافر. بس anyway هو هيبعت النهاردة عمال هيشيلوا كل الحاجات دي. متنسيش أول ما يخلصوا قفلي وادي المفتاح لماما. حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش. مش عايزة حاجة؟ ميرسي يا حبيبتي. يلا. خلي بالك من نفسك. انت كمان. باي. ايوه يا عروسه، الساعه جاي لك ان شاء الله. الرصيد خلص. دومه وعليك يا قلبي يا ابو حميد. بقول لك يا معلم، ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده وصله لنا. انت عارف الاستاذ جوهري، وانت عارف قرايه فتحتي النهارده، ما تبقاش رخم بقى. حط حاجه. خلاص يا بدر، الف الف مبروك يا حبيب قلبي. عقبالنا يا رب ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي الله يسهل له. مش عايز حاجه؟
You were drinking alone. Second, we're not even friends to drink together. And actually, I don't drink. Nancy, I thought we are friends. Mr. Richard, you're only my client. But what if I want to be more than just your client? What the hell are you doing? It's just you look so hot. You're drunk. Listen, you give me my money now or I swear to God I'm calling the police right now. Whoa, relax. Relax, baby. Why are you so nervous? I'll make you an offer. You can't refuse. Your check for a kiss. Back off! What? It's a good deal, girl. I said back off! Listen, baby. Let's do this. ايه ده؟ 81؟ ده ناقص 80. لو واخد عقلك يا عم ادم ماشي يا هانا. ايه يا استاذ؟ بس استهدى بالله، بس استهدى بالله. في ايه؟ في بيقول ايه ده؟ في ايه ده؟ جوزك ده؟ لا مش جوزي. معلش استهدى بالله، استهدى. مش كوزي. ويت ويت يا خواجه، ويت يا خواجه، ويت. سيت داون هاف ا درينك. ايه ده بس يا عم خواجه؟ درينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك صدقني مش جوزي. طب ده بتعمل ايه؟ ليت مي جست توك تو يو. بتعمل ايه هنا؟ طيب انا مهندسه تقيله ديكور، عملت له ديكورات في البيت وكنت جايه اخد فلوسي. يو اوت، يو ستاي. حياه امك. يو وان تو ستيل ماي وومن؟ You want to steal my woman? Hey! Thank you.
بقول لك يا ابو شو، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا وبيقول لي الحاجه طلعت قلة. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار بصراحه. وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انت شايفه جرم ازاي. بس انت متاكد ان الخواجه قال لك الا؟ ايوه يا عم قال لي الا. ايه ده؟ ده الباب مفتوح. الزهر بتمطر بيتزا كمان. صحيح. خواجه ريتشارد، خواجه، ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك. الحق نهار ازرق. يلا بينا بسرعه يا شوقي، الحكومه جايه يا شوقي. بس اثبت. بقول لك ايه، الخواجه ده كان معكمهم. معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقول لك الحكومه جايه، يلا بينا يا شوقي. الله يخليك. وطي صوتك، دي فرصتنا وجت لغايه عندنا. بقول لك ايه، الموقف ده عايز رجوله، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعه. يلا يا شوقي. استر يا رب. تقلقش وتطمن، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. يا رب استر يا رب. امي اتصلت بيا يجي 100 مره وما ردتش، اكيد قلقان عليا جدا. انت بتعمل ايه؟ اقفل إيه الموبايل بتاعك. ليه؟ ليه؟ ممكن يعرفوا مكانك عن طريق القمر الصناعي. اقول لك، يبقى انزل في اقرب تليفون عمومي كلمها مني، ده اسلم حد. الو، ايوه يا ام، وحشتيني. انت فين يا ادم؟ اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم مالهمش اي لازمة. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد اتنين مالهمش تالت، ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. ادم عبد الحي كده كده معنا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات ادم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها، وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمه جدا. ايوه، بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقه مدممه مستقره في الباب من فصيله غير فصيله المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخذ طلقه وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه باشا، بس فيه تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحه المستعمله في الجريمه ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيره بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟ عايز اقول يا باشا،
ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقه ومعهوش حته سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجه. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التامين اهو. هو ادم عبد الحي واضح ان الواد ده محترف. هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام. بعدين الواد مش لوحده، اكيد معاه عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه ببيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. اهي دي بقى معلومة مهمة جدا. تفتكر يا شامبي سرقوا الهارد ديسك ليه؟ اكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الإدانة. شفت لكم مفيش غيره، هو آدم عبد الحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد إذنك يعني، مش شرط عشان بصماته موجودة في البيت يبقى هو. الله، طب ما نانسي ليها بصمه على اكره الباب، والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت، ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المجني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الاوردر بالفيس لغايه اوضه النوم؟ جايز. جايز يا سيف بيه. بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. ماشي يا ابن صبرا. أمان يا ستي، آدم في أمان، وجبت له أكل وكلم أهله وطمن عليهم وكله تمام. طمنين أنت على نفسك، عملت إيه لما استدعوك في الاسم؟ ده كان موقف صعب قوي يا بابا. حصل إيه؟ سألوني إيه علاقتي بالقتيل. أكيد، أمال هم هيستدعوك ليه؟ المهم أنت قلت إيه؟ ولا حاجة، قلت لهم ان هو كان عميل عندي واكدت على اني كنت رايح اخد منه اخر دفعه فلوس ليا، بس قلت ان انا روحت قبل الميعاد اللي انا روحت فيه بساعه علشان يبقى منطقي اني ما شفتش الحادثه. حال كده تمام قوي، اوعى يكون بان عليكي اي حاجه. معرفش بابا، هو احنا هنفضل مخبيين الحكايه على البوليس لغايه امتى؟ لغاية ما يمسكوا السارق ويقبضوا عليه بالمسروقات. طب وفرض ما لقوهوش؟ الحل التاني بقى انكم تروحوا تعترفوا ويقبضوا عليكم وتفضلوا جوه لغاية ما يمسكوا السارق ويقتنعوا ببرائتكم. انهي احسن بقى، انكم تستنوا بره لغاية ما يمسكوا السارق، ولا تروحوا برجليكوا للسجن لغاية ما يظهر دليل براءتكم ويا عالم هيجي امتى؟ معرفش، انا ما بقتش عارفة حاجة خالص. مشاهدينا الكرام، اليكم هذا الخبر العاجل. جورج، نانسي، انت في ايه؟ الحقوا بسرعة. في ايه؟ اعلنت جماعة شهداء الجنة مسؤولية عن حادث مقتل المواطن الامريكي من القاهرة، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، دي كده ضلمت أكتر. وكنت عايزة تروحي تعترفي. الحمد لله إنك ما رحتيش. طب والعمل يا بابا دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. إيه ده؟ هو الواد ده ماله؟ منحوس؟ ولا ده احنا في كارثه؟
واضح انك بقيت المتهم الاول في القضيه. في جماعه ارهابيه اعلنت انك منتمي لي. يا نهار اسود، ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا كده بقيت قاتل وسارق وارهابي؟ ايه الافتراء والظلم ده؟ ده كذب. انا عارف انهم كذابين، بس كل اللي بيدور في الاعلام بيأكد كل كلامهم، عشان كده وجودك في القاهرة خطر عليك. هما نروح فين يا دكتور؟ هاخدك عندي تستخبى في مزرعة صغيرة في الفيوم. شكل كده استخبى بقيت عمري. ما تقلقش، خلي أملك في ربنا كبير. ونعم بالله. ازاي يا استاذ تغير المانشيت اللي انا كاتباه من حادث قتل امريكي لجماعه ارهابيه بتغتال امريكي على قد متطرف مصري؟ انا رئيس التحرير، من حقي احذف وأضيف اللي انا شايفه بمصلحه الجريده. ثم اديك شفت المانشيت عامل ازاي، الاعلانات زادت وتوزيع الجريده زاد. يا فندم انت كده بتفرغ الرساله الصحفيه من مضمونها وبتحولها لتجاره. راي عاليه ان انا رئيسي في العمل. حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمه تحكمه. كل وسائل الاعلام ساعه الخبر، مش احنا بس، كلهم جري ورا الخبطه الصحفيه ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر اللي بينفي التهمه عن ادم وبيثبت براءته. انا عايز افهم، انت مالك متحمسه قوي للبني ادم ده؟ هو قريبك؟ انا فعلا متحمسه لان زميلي في الكليه وانتيم طاهر زميل، وعارفه ومتاكده انه ملوش في السياسه من اصله. انا مش بشك فيك يا عاليه، بس ايه دليلك على انه بريء؟ اولا سلاح الجريمه طلع بتاع المجني عليه، وده اكبر دليل ان ادم ما كانش داخل بدافع القتل ولا السرقه ولا عنده نيه سبق الاصرار والترصد. ثانيا داخل شقه القتيل لقوا كاميرات مراقبه متوصله على هارد وتصور عليه الجريمه كامله، والهارد ده اتسرق ومش عارفين مكانه فين لحد دلوقتي. عارفه عاليه، برغم اسلوبك اللي انا مش متقبله بالمره، لكن دي معلومات مهمه جدا اللي بتقوليها. انا كتبت مقال جديد وكاتبه فيه كل مستجدات التحقيق. للاسف يا عاليه مش هينفع. ليه؟ لان جالنا قرار بحظر النشر في القضيه بتاتا. يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشر لك الا لما النيابه تدي قرار بكده. دي تاني بوله هتخسرها النهارده يا ابو عاطف، مالك مش مركز في اللعب خالص النهارده؟ في ايه؟ مفيش يا مرا يا اخويا، بس تعبان شويه. وايه اللي تعبك؟ موضوع مأزمني كده يا جدع. موضوع ايه؟ الله، وانت مالك؟ وانت مراتي ولا ايه؟ لا ده انت مونون على الاخر. بقولك ايه، ايدك على فلوس رهان البوله بتاعت اللي كسبتها منك. معيش ولا مليم. كلام ايه ده؟ ما انت نفضتني من كل الفلوس من الصبح يا جدع. لا بقولك ايه، انا عايز حقي، لحسن لو ما خدتوش هتنحس. عاطف. ايه ده؟ فوق عاطف، فوق يا ابني، يا ابني انا عايز حقي كده. الموبايل ده انا هاخده تخليص حق. وايه تاني؟ وايه تاني؟ وايه تاني؟ شكله غالي، انا واخده بيقرا. لما ايه الحته ده مصالح ده؟ ده هارد يا غالي، اشتريته النهارده كده من واحد بربع الثمن ولسه هشوف فيه ايه. ده مامور زي انت مصالح. طب ما تورينا كده معلم. حبيبي يا غالي، عيوني. دي افلام ثقافيه صناعه منزليه يا غالي. اموت انا في المستقنص ده. واضح انها لنفس الراجل بس مع ستات كتيره. شكله بيحب المزاج وبيحب التنويع يا معلم. هم دول يطلعوا كام فيلم فيها مصلحه؟ دول
10 20 30 40 50 حبيبي دول 200 فيلم بالتمام والكمال يا معلم يا 200 الف حلاوه عليك يا ابو سمره دول بقى نتفرج عليهم ونطبع منهم ل 200 سنه قدام دي مصلحه وجات ظبط الحد عندنا يا غالي ابو التنافيك يا ابو سمره يا ابو المصالح يا مستكنس انسى انا عارف ومتاكد ان انت حاسه بتانيب ضمير كبير بس معلش لازم تستحملي ما هو يا ريت معلش دي ممكن تصلح حياته اللي خربتها نانسي دي حاجه اسمها قدر ونصيب هو انتوا يعني كنتوا متفقين عموما مش انتي عارفه ومتاكده ان ادم بريء تاكدي كمان ان شاء الله ربنا هيثبت براءته ازاي بس وامتى دي حاجه بتاعت ربنا بقى يا نانسي انا صهوان عليا قوي اهله وحبيبته دي ذنبهم ايه بس هيرجع لهم بسلام وانتي عشان خاطري لازم تهدي انا مفكر اروح لهم واطمن عليهم لا يا نانسي كله الا ده ما ينفعش انت عارفه كويس ان هم اكيد متراقبين مروحك اليوم هياكد ان في علاقه ما بينكم وده طبعا هيخلي البوليس يشك فيكي اكتر ما هو انا ما ينفعش افضل قاعده ساكته نفسي احس اني بساعده اكتر من كده لو ضروري يعني انا ممكن اروح له بدالك اهو اطمن عليهم واطمنك بجد اه طبعا بجد على الاقل انا ليا حجه اروح بيها مش انا بشتغل في منظمه حقوق الانسان ممكن جدا ادم ده يكون حاله من حالات البحث الكتير اللي عندي ثانك يو يا امير بجد لو عملت كده تبقى جدع جدا لا ثانك يو على وجه هاتي العنوان حاضر ثواني اكلم بابا خليه يكلم ادم ويجيبه لنا منه فهم بقيه حق اللي عليك حق حق ايه يا ابو حق فلوس اللي عليك بتاع اخر بولك سبتها منك انت لسه فاكر يا مرعي باقي عليك 100 جنيه منهم ولازم تدفعهم لي دلوقتي 100 جنيه بس ده انا كنت فاكرهم اكتر من كده يا جدع لا ما انا خدت من عندك شويه حاجات كده تخلص حق انت ناسي ولا ايه حاجات ايه اللي خدتها من عندي يا مرعي يا اخويا ده حته موبايل سكه ما جابش ثمنه وبتاع كده بيقولوا عليه اسمه هارد كان مرمي في الدرج هو انت اللي خدت الهارد وديته فين انت ده ايه يا عمنا ده حقي وانا سرقتك ولا ايه هديك فلوسك كلها حالا على داير مليب بس ارجوك اديني الهارد الهارد خلاص انا بعته ده حتى ما جابش 200 جنيه على بعض بايه بعته بعته لمين انا لواحد اسمه سمير مصالح فاتح محل كهربائيات مستعمله في وسط البلد اديني العنوان يا وش المصايب انا عايز اعرف هو الهارد ده عليه ايه وتمن اهلك انا ايه باين عليه حاجات كتير تهمك قوي اه سوري سوري وانا بستحمى اخص عليك هو انت منهم اديني العنوان بسرعه اقعد يا نادر اهو باشا في حاجة حصلت كده قلت لازم اجي ابلغ سعادتك بيها تمام واحنا بنراقب بيت اهل ادم مراقبتنا العادية في راجل غريب كده جه زارهم اول مرة اشوفه الراجل ده بعد زيارته ليهم بفترة قامت خناقة في بيت جارهم اللي ساكن قصادهم على طول جارهم ده مسك بنته ادالها علقة يا فندم البت اغمى عليها لدرجة ان هم نقلوها المستشفى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا فخور بيك يا نادر ما يولع الراجل وبنته انا مالي انا استفدت ايه فين المعلومة يا فندم احنا تحرياتنا اثبتت ان البت دي على علاقه بادم وان ادم بيحبها وكان ناوي يقرا فتحتها بس ابوها اللي ما كانش موافق يعني ادم كان له حبيبه ايوه يا فندم ده اللي تحريات اثبتته اكتشفتوا الكلام ده دلوقتي ها انتوا كنتوا فين قبل كده نايمين على ودانكم ليه ده اللي يعتمد عليكم روح في 60 داهيه يا فندم انا بقول لسعادتك احنا لسه تقول لي ايه يا فندم انا بقول لسعادتك ان الموضوع ما كانش رسمي يعني ما بقاش علني يعني ما لبست دبل طب تقولي كده يا اخي الصبح فرقت ايه معايا في التحقيق انتوا مش مركزين ليه امتى هتفهموا ان انتوا بتشتغلوا في امن دوله اسمها ايه البت دي اسمها هنا يا فندم هنا عبيد واحنا صورناها لسعادتك وادي الملف بتاعها هات ايه ده امير ايه اللي جاب امير في الصوره دي ما هو ده يا فندم الراجل اللي بقول لسعادتك عليه ده الراجل اللي زارهم وبعدها بشويه قامت المشكله بقى كده سعادتك احنا عملنا تحرياتنا عن الراجل ده عندنا كل معلوماته يعني بيت في المستشفى طالما حبيبه القلب في المستشفى يبقى اكيد الحنين هيعمل فيها روميو يروح لها زياره تفتكر يا فندم هو على مكتبك يا نادر تمام صح امير
كبير. يا بكار. يا عم جيجا. امال فين مصلحه؟ راح مشوار رفيع كده وجاي. خش اتفضل مكانك ده. الله يبارك. اتفضل يا ابو. الله يبارك. بقول لك ايه؟ امرني. ما تجيب لي حلبة حليب من القهوة. حاضر من عينيا. القهوة ها؟ حاضر يا مصيبة. دي جريمة. ايوه يا فندم، نانسي طلعت من الفيلا واحنا طالعين وراها. اتفضل يا دكتور. ايوه يا فندم، امير طلع من العياده واحنا طالعين وراه. الو. ايوه يا امير. لا دي راحت استراحت الفيوم. طب كلمها يا عمي وخليها ترجع بسرعه. ايه خير؟ في ايه يا ابني؟ في حد بيراقبني واكيد هي كمان. طيب طيب ماشي، انا هكلمك بعدين. سلام. ردي يا نانسي، ردي ردي يا بنتي علي. جورج يا بنتي ما بترديش ليه؟ رد علي الله يخليك. يا جورج استني يا سيسي، مش وقته. انت بتكلمها والموبايل بتاعها في ايدي. ايه نسيته. يا دي المصيبة. شريف شريف شريف. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حضرتك بتتكلم عن مين؟ ادم فين يا نانسي؟ ما اعرفش. انا قلت انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ده مين اصلا. ما فيش حد فوق يا باشا. مفيش حد. كنت عارف، كنت عارف ان مفيش حد فوق. يلا يلا، واحد يتحفظ لي عليها، ما تغيبش عن عينيكوا. يلا بقى، ما تعرفيش هو فين. ها ماشي ماشي يا نانسي. وقف يا ادم، وقف. ضربك بالمعنى.
انا عارف انك هنا يا ادم. سلم نفسك احسن لك، الحكايه خلصت خلاص يا ابني. ما تصعبهاش عليك وعلينا. انا مش فاهمك على فكره، مش فاهمك. ايه الفايده من هروبك ده يعني؟ هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. الفايده في انك تسلم نفسك، على الاقل هتتحكم وتخلص يا اخي. لكن اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني؟ هتعيش طول عمرك هربان، طول عمرك يا غبي. اسمع كلامي، ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي، كان ممكن بطلقه واحده نشك اجيبك الارض، بس انا ما عملتش كده. وانا ممكن اموتك دلوقتي، بس انا مش هعمل كده. وانا يا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هتدافع عن نفسك؟ صح؟ انا عملت كده، دفعت عن نفسي. الراجل كان هيموتني، كان لازم ادافع عن نفسي. ولا انا مش من حقي ادافع عن نفسي عشان انا سواق فيسبا؟ بص يا ادم، بص انت يا باشا، انا عملت الصح ودفعت عن نفسي. ايه العيب في كده؟ ما هم دول الكلمتين يا غبي اللي انا عاوزك تقولهم، بس مش ليه انا، عاوزك تقولهم لقاضي، تقولهم لمحكمه، علشان نعرف ندافع عنك. لكن لما تقول الكلمتين دول ليه انا وفي المكان ده ملهمش اي لازمه. الكلام ده يا باشا مش هنا، الكلام ده ممكن يحصل في بلاد بره، انما هنا المحكمه ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه. سلم نفسك يا ادم، سلم نفسك. وانا بوعدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله، وهو اللي هتاخد بيه المحكمه، صدقني. بس سلم نفسك، سلم نفسك. امسك. يلا يا ادم. مش هسلم نفسي يا باشا، مش هسلم نفسي. يبقى هضربك بالنار يا ادم. اضرب يا باشا. انا ما بهزرش يا ادم، هضربك بالنار بجد. خدني جثه، انما قسما بالله العظيم ما مسلم نفسي. اقف مكانك يا ادم، هضرب بالنار، هضربك. ايوه يا ابني. اوامرك يا باشا. لقيتوا الهدف؟ جالي البحث عنه ولا مستدل عليه؟ دوروا عليه في كل حته. علم وينفذ سعادتك. يلا. دليل في يا كريم، مالك ما تنجز؟ اصل بصراحه اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وانت وطاهر نقعد نتفرج على حاجه شبه كده. لا وكمان فين؟ في الجرنان. بقول لكم انتوا الاثنين هتوروني اللي جايين توريهولي ولا سيبكم اقوم امشي؟ خلاص خلاص، بس انت المسؤوله. خلاص يا كريم وريني. اتفرجها. يا نهار اسود، قله الادب اللي انتوا بتوروها لي دي. انتوا الاثنين اصلا مش محترمين، وانا غلطانه ان ادم عدنان ورحتين زيكم. ايه يا هبله؟ عضي ده الامريكي اللي قتله ادم. ده هو بجد ولا انتوا بتهزروا؟ بعينه وشحمه ولحم. ومين اللي معاه دي؟ واضح انه مريض وكان بيجيب ستات يصورهم من غير ما يعرفوا، واكيد دي واحده منهم. معنى كده ان في فيديوهات تانية لناس تانية؟ اكيد، انا قلت كده برضه. طيب وانتوا جبتوا الفيديو ده منين؟ انا جبته من على النت، في حد عمل له ابلود. طب وما عرفتوش مين الحد ده؟ ده اكيد الحرامي اللي سرق الحوار ده او حد تبعه.
صدقني تفكيرك شبه تفكيرنا، انا وطاهر فكرنا كده برضو. طب بصوا بقى ركزوا معايا، احنا لازم دلوقتي باي طريقه نوصل للي نزل الفيديو ده على النت، لان ده اول الخيط لبرايه ادم. حصل، وطاهر بينفذ وفي خلال ساعات هنجيبه. برافو عليكم، انتوا كده بتفكروا صح. طاهر هتعرف تجيب الاي بي ادرس؟ ان شاء الله هجيب امه لبراءه ادم عبد الحي. ما تلاقيش الواد طاهر ده جامد قوي، بس المهم الموضوع ده يفضل سر بينا، فاهمه؟ لغايه لما نلاقي الراجل. ما تقلقش، دي مساله حياه او موت، واظن يعني ان حياه بريء زي ادم تهمنا كلنا. اي خدمه. في الحقيقه في واحد كده اسمه مرعي جه هنا عندك كده وباع لك هارد كده بالغلط يعني. وبصراحه احنا كنا عايزين نرجع لك الفلوس اللي انت دفعتها فيه وعايزينه. ويا ترى بقى عايزينه فاضي ولا مليان؟ يعني ايه؟ يعني انتوا فاهميني كويس، ده انا بدور عليكم من زمان عشان اخد حق سكوتي على الجريمه اللي انتوا ارتكبتوها. انت شفت شفت ده انا شفت وسمعت وطمعت لما شفت المسروقات والساعات واللازم منه. بس ارجوك بلاش فضايحنا، يبقى تسمعوا الكلام عشان تاخدوا الهارد وتعيشوا في سلام. طلباتك 100,000 جنيه. ايه انت بتقول ايه؟ بس ده رقم كبير قوي. مش كبير ولا حاجه، ده انتوا سرقتوا وتسطرتوا على قاتل، ودي فيها بالقليل 10 سنين لكل واحد فيكم. ده لو سبتت علينا التهمه. لا من الناحيه دي ما تقلقش، الفيديو اللي عندي هيخليها تثبت عليكم بغيرها. ها فكروا كده وقلبوها في دماغكم يا غاليين، وانا تحت امركم. ماشي، ادينا فرصه بس ندبر لك المبلغ وهنتصل بيك. اهو دخل اونلاين. متاكد ان ده الداتا اللي عنده الافلام؟ ايوه طبعا متاكد، انا جبت الاي بي ادرس بتاعه والفيسبوك كمان. طب تمام قوي، هنعمل ايه؟ هنحاول نثبته ونلغيه لغايه ما نجيب منه بقيه الفيديوهات. طب يلا يا طاهر كلمه، مستني ايه؟ اكلمه منين؟ انا عندي فكره، انا هخش على الاكونت بتاع مونيكا ونجره ونوقعه على عمله وشه. مين مونيكا دي؟ هتعرفي دلوقتي حالا. كلمه. هاي يا جيجا، اسمك لطيف قوي. لا لا بايزين. انا شفت الفيديوهات اللي انت كنت منزلها على سايت الابلود، خصوصا الفيديو بتاع البنت الشغاله والراجل السايح الامريكاني. عجبني. عندك منهم تاني؟ وبتتفرج عليهم لوحدك يا شقي؟ عايز يسمع صوت مونيكا. طب كلمه، انت على طول بتعمل صوت مونيكا في التليفون، ايه المشكله؟ انا مش قادر اركز بصراحه. عليا انت اعملي كده، تخرجوني بره قله الادب بتاعتكم دي انتوا الاثنين. عليا عشان خاطر ادم. اسفه يا طاهر، مش هعمل. يا جماعه بقى مش وقت الكلام ده، الموضوع على بجد. ابعتوا الرقم. اتكلم. الرقم انا هبعت له الرقم، معلش عشان خاطرنا. 010 رقم غريب اكيد هو. علي الو. لا لا لا، ايوه انا مونيكا. صوتك حلو قوي يا روح الروح. ميرسي خالص. قولي بقى عندك كام فيلم من دول؟ عندي يجي 100 فيلم كده. 100؟ دول كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا روح الروح. طب ممكن تسلفهم لي؟ اسلفهم لك ليه؟ ما نتفرج عليهم سوا يا روح الروح. ده انت باين عليك شقي قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ طب ممكن اشوفهم الاول وبعد كده اقرر. اشمعنى يعني الافلام دي؟ يروح الروح. ايه روح الروح اللي انت عملته؟ اللي انت عملته قولها لي دي. وبعدين يعني السايح ده في حاجه شدتني مش عارفه ايه هي. هو انت بتاعت سياح ولا ايه؟ ايه بتاعت سواح دي؟ ما تنقي كلامك. وبعدين انا ممكن اشتريهم كلهم منك بالمبلغ اللي انت عايزه. طب بصي، انا هحسب حسبتي وارد عليكي. طيب اوعى تتاخر عليا، هستناك. جيجا لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. معلش معلش معلش، ما انت طلعتي بتمثلي اهو بقى، ما انا عامله لنا فيها قمطه ليه؟ انا شخصيا صدقتك. اصلا انا اتعودت لما اعمل حاجه اعملها صح، يا ما اعملهاش خالص اموت انا في المبادئ.
الله يخرب بيت امك، او الحوار ده كله بسبب غباوتك. خلاص بقى يلا، انت كل شويه تقطمني يلا ولا ايه؟ اخرس خالص، ولما يجي ما تفتحش بقك، سيبني اخلص معاه، فاهم؟ وانا من امتى فتحت بق يا زفت انت يا اخي؟ يا غباوتك، هو اتاخر كده ليه؟ اسكت احسن الراجل جاي. هنضف صباح على اوسخ ناس. الهارد فين؟ فلوس فين؟ اشوف الهارد الاول. ماشي، هارد اهو. وش ضمني بقى انك ما عملتش نسخه تانية عشان تقيدنا عليها؟ والله كل شيء نصيب. لا ما احنا مش لعبه ولا شخشخه في ايدك، اروح امك. بقول لكم ايه يا غالي، انت وهو الهارد اهو، خلصوا وهاتوا الفلوس عشان تاخدوا الهارد بتاعكم، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين الهارد بس عمرك معاه. اولاد الكلب. وبعدين يا شوقي؟ عاطف بسرعه هات العربيه، خلينا نلحق الجثه دي. خرب بيت امك، وانا هنشيل الوزن ده كله ازاي؟ خش هات اللي قلت لك عليه. يا ابني ليه دوختني معاك؟ منصور ده لغايه دلوقتي مش شايف اي حاجه تشد ولا حاجه جامده يعني. هو ذوق خدامين قوي. اه جيجا، على رايك والله منصور، اكيد اللي عايز الافلام دي منك ذوقها نفس الجو ده، ما هي امزجهاش. ايه امزجه دي؟ مزاجها عاكر قوي، مش مستقنص خالص يا عم. جري اعمل معروف جري. ايوه بس ايوه يا عم، هات لي البنت البيضه الحلوه المقلوظه دي. عناية. يا سلام، اخيرا الشاشه نورت يا جدع. لا يا عم، جري لي المقدمة وخش في المفيد على المستقنص على طول. عناية. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده منصور؟ دي خناقة دي ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده جريمة قتل يا جيجا. قتل؟ فتشوا لي المكان ده وحرزوا لي كل الأجهزة والحضات. خير يا باشا. خير تمير. انا سيد جيجا صاحب المدرسه. سيد جيجا؟ حبيب قلبي يا ابو سيد. طب يلا بقى حبيب قلبي عشان هنروح مشوار مع بعض. مشوار فين يا باشا؟ يلا يلا انت هتصاحبني. يلا خدوا. تصدق انك صعبان عليا يا عاطف؟ صعبان عليك ليه؟ عشان متغمي وما انتش عارف عدوك من حبيبك. قصدك ايه؟ انا هقول لك وخلص ضميري قدام ربنا. ما تتكلم. شوقي اللي عامل فيها صاحبك وحبيبك ناوي يهاجر على لبنان، بس بعد ما يسرقك ويخلص منك. انت كدابه، شوقي مش ممكن يعمل معايا كده. صدقني يا عاطف، هي دي الحقيقه. بأمرت التعبان اللي كان عايز يموتك بيه، بس باظت منه. انا كده خلصت ضميري قدام ربنا. السلام عليكم. ماشي يا شوقي، انا تعمل معايا كده؟
اشرب. ولا جيجا هبش، انت سرقت الامريكاني وقتلته عشان تداري على عملتك. امريكاني؟ يا نهار اسود، امريكاني مين بيه؟ الامريكاني يالا، الامريكاني اروح امك اللي كان على الفيديو اللي انت اساسا بتنكر انه كان موجود على الهارد. لا باشا حضرتك مش عارف، انا الهارد ده باشا انا واخده تخليص حق بالواد سمير مصالح، وبصراحه باشا ما كانش عليه اي حاجه. ما كانش عليه اي حاجه. لا كان عليه روح امك، كان عليه، وانت مسحته قدام العيال اللي انت خطفتهم وحاولت تقتلهم. صح عيال النار السود، عيال مين مين بس؟ انا والله العظيم ما عملت حاجه. لا عملت، لا عملت يا روح امك عملت. اشرف تاخد الهارد اللي سلمه لنا هشام بيه وتنزل بيه المهندس الكمبيوتر دلوقتي، تخليه يعمل لنا ريكفر لكل الداتا اللي عليه. يلا بسرعه. بص بقى يا عم جيجا. اه باشا. انا عامل لك مفاجاه، ابسط يا عم. ربنا يخليك. انا هقلعك مالت وهحطك في تشت ميه ساقعه وهنزل لك فرده كهرباء. شوف انت بقى هتحس بايه؟ كلك نظر. لا 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 بيه، انا في عرضك يا بيه، انا في عرضك والله، انا في عرضك. اعترف يا سيد يا جيجا. بص يا باشا الكذب خيبه، انا عجيب من الاخر بصراحه. باشا الفيديو اللي سيادتك بتتكلم عنه ده كان فعلا موجود على الهارد، بس والله العظيم انا بلا دعوه باي حاجه، انا كل اللي عجبني في الهارد شويه الافلام الثقافيه اللي كانت موجوده، قلت هدي جيجا انقلهم على فلاشه من غير ما الواد سمير مصالح يعرف حاجه، يعني قلت اشوف لهم بيعه كده ولا كده واعمل بيهم اي مصلحه. ساكن في المصالح بتاعك ده؟ هرب. ساكن في الهرم يا باشا، في الهرم. اديني عنوانه يالا. اديهولك يا باشا، بس يا باشا انا اخر علمي بيه ان الواد سمير مصالح ده مختفي بقاله مده ومحدش يعرف له طريق جره. هنجيبه، هنجيبه يا روح امك، لو في عبره هنجيبه. وصلنا لمعلومات مهمه جدا في قضيه ادم سعادتك. وصلت ليه يا عبقري؟ قول لي. اللي سرق الهارد واحد اسمه سمير مصالح ومختفي بقاله فتره. الهارد فين؟ الهارد معاه، بس ما تقلقش سعادتك لاننا قبضنا على شريكه سيد جيجا. هتقعد تقول لي بقى مصالح وجيجا، مين جيجا ده كمان؟ جيجا ده سعادتك كان صاحب مصالح وكان واخد نسخه من الفيديوهات على هارد تاني، بس لما حس بخطر مسح الهارد، وخبير الكمبيوتر اكد لي ان احنا ممكن نرجع كل الداتا اللي كانت موجوده على الهارد لو عملنا ريكفر للهارد. وبكده يا فندم هنلاقي فيديو جريمه القتل اللي هيكشف لنا الحقيقه كلها. وبكده يا فندم مش هنوصل لاي حاجه، لان مفيش دليل. لازم تحط ايدك على دليل عشان نعرف نقفل القضيه. مهمتنا دلوقتي ان احنا نوصل لادم ونقبض عليه وبعدين نسلمه، كده بقى احنا خلصنا شغلنا. هما بقى يدينوه يبرقوه مالهاش دخل فيه، مفهوم؟ مش ده كلامك ولا ايه؟ لا يا نادر. تقول ايه؟ ادم في الاقصر؟ انت متاكد؟ طب اقفل 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 يا ابني، اديني الأسر بسرعة. آدم، آدم اصحى يا آدم. هشام بيه وداخل لك لوحدي، ما رضيتش اخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش اعمل حاجه اندم عليها. اسمع يا ادم، يا ده انت في ادله كتير بتبرئك، اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطه الهباب اللي انت فيها دي. الظاهر يا باشا انك ندمت انك سبتني امشي المره اللي فاتت، الظابط اللي جواك غلب انسانيتك. بالعكس انت مش فاهم اي حاجه يا ادم. ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شويه مع التيار يا باشا. اللي بيمشي مع التيار السمك الميت، انما انا قلبي حي ولسه بيدق. عارف، عارف يا ادم، وانا كمان قلبي حي، وما يرضلكش انك انت تتظلم ابدا يا ادم. ثق فيا، ثق فيا، وزي ما قلت لك المره اللي فاتت، الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمه. ثق فيا يا ادم، ثق فيا. تحلف؟ انت في بيت ربنا.
والله العظيم تلاتة، والله العظيم الكلام اللي أنا هقوله هو اللي أنت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا آدم، وأوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا آدم، قلت إيه؟ وأنا مصدقك يا باشا. سيف باشا، أنا طلعت صح يا باشا، وإحساس اللي ساعتك قعدت تتريق عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهاية. إيه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف سعادتك، دي الحقيقة اللي سعادتك مش عاوز تصدقها، بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم إن أنا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس، مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمني بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو، فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم، عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. وأنت على هنا، البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها، مش جت هنا واستجوبناها وكذبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية. تقدر تقولي إزاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف؟ كلهم إرهابيين يا حبيبي. الإرهاب ملوش لا وطن ولا دين. إيه يا شنبيه؟ أنت مش من هنا ولا إيه؟ لو التدليس والظلم وإهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى أنا يا باشا ما يشرفنيش إني أكون هنا. هشام، أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أمال عاوزني أكلمك إزاي؟ وأنا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه. باشا أنا ممكن أسألك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البنت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا. اعتقلها بتهمة ايه سعادتك؟ متورطه معاه. متورطه في ايه بالظبط؟ في الفيديو. عشان هو سعادتك اعترفت بالفيديو؟ اصل الفيديو ده لا انا ولا انت ممكن نفسر فيه، الفيديو ده لازم يجي خبير هو اللي يحكم ما بيننا، ولما الخبير بقى سعادتك يبقى يثبت تورطها، ساعتها بقى اعتقلها. عن اذنك يا باشا. يا فندم، اتأكدت سعادتك وشفت بعينيك ان ادم بريء؟ واضح انه كان بيدافع عن نفسه وقتله بالخطأ. الحمد لله، يعني انا يا فندم احساسي من الاول خالص كان صح. ايوه، بس اذا كان الفيديو ده صحيح. يعني ايه في حالة ان الفيديو يكون صحيح؟ هو ايه اللي هخليه مش صحيح يا فندم؟ قصدي يعني مين من مصلحته انه يركب فيديو زي ده؟ هو العقيد سيف يا فندم سبقني ونقل وجهة نظر لحضرتك. سيف عنده حق، الجماعة دول عندهم التقنيات اللي تخليهم يعملوا أكتر من كده. أيوة، بس لو فرضنا إن الفيديو ده صحيح يبقى آدم بريء. أيوة،
بس الفاصل هنا هو الخبير، خصوصا ان الفيديو جاي منفصل مش على الهارد المسروق من مسرح الجريمة. يا فندم يا فندم صدقني دي جريمة دفاع عن النفس مش اكتر. انا معاك انها ممكن تكون كده، بس الاعلام كبر الموضوع دوليا وفي جهات كتير برا مصر بتتابع التحقيق. يعني ايه؟ يعني حتى واحنا معانا الدليل مش عارفين نسبة براءته؟ احنا جهة ضبط واحضار الفيديو ده، خلاص انا حرصته وهحطه في الملف بتاعه. بتعمل ايه عندك يا شوقي؟ انا ما ترد. ايه يا عاطف انت بتشك فيا؟ انا ده انا شوقي، وعشان انت شوقي لازم اشك فيك، لانك طول عمرك خسيس وواطي. فاكر التعبان يا شوقي؟ ايه يالا الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ حنان ولا هتنكر انك نسيتها دي كمان؟ عايز تهرب بعملتك السودا وتعقني فيها لوحدي؟ لكن ده بعدك، وحياة امي لابلغ البوليس يا شوقي واوديك في 60 داهية. ولا شوقي، انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. ما عملتلكش حاجه يا ابن الناس، انت اللي كنت عايز تقدر بيا يا شوقي، انت اللي كنت عايز تقتلني يا شوقي. السفاره الامريكيه طالبين التحقيق مع ادم بره مصر. بره مصر فين معاليك؟ في اي سجن من سجونهم في امريكا الجنوبيه. نعم، ده لا يمكن يحصل يا فندم. ده بقى عيب معاليك اللي معاليك بتقوله ده. يعني احنا نشتغل ونخطط ونتعب ونترمي بالليالي بره بيوتنا ونقبض على الولد ونسلمه لهم كده على الجاهز، ده بقى ظلم معاليك. وبعدين لا مؤاخذه، عايزين ياخدوه بره مصر ليه؟ خايفين يا سيدي لنطبطب عليه، اكمله بلدياتنا. يا فندم لو سيبناه يسافر هيتظلم وهنفقده، انما لو رفضنا طلبهم وطلبنا التحقيق جوه مصر هيبقى تحت عينينا وهنضمن له محاكمه عادله. على العموم القياده السياسيه لسه ما ردتش على الطلب، وده احنا مستنيين لحد ما نشوف هيحصل ايه. يا باشا والله العظيم قتلته بالغلط يا باشا، ده كان صاحبي يا سعاده الباشا وهو اللي كان عايز يقتلني، وانا كنت بدافع عن نفسي والله. ماشي يا عاطف، الجريمه دي كانت دفاع عن النفس، وسمير مصالح يا روح امه كانت دفاع عن النفس برضه. مصالح مين يا سعاده الباشا؟ يا شايف يلا، والاجنبي اللي سرقتوه قتلتوه؟ الاجنبي لا يا سعاده الباشا، احنا سرقناه بس ما قتلناهوش والله العظيم ما قتلناه يا بيه، والله العظيم ما قتلناه، ورحمه ابويا في تربته ما قتلناه يا سعاده الباشا. معايا فوق. ايه؟ معاك للصبح. ايه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم هما هنا بيغموا عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره، بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس؟ مش تطمني عليك؟ قلبي ياد كان متشحتف عليك. ها؟ مش تطمن قلبي بابا؟ عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ بمين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقة اسمه حماد عجل، كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لا مؤاخذه يعني شاذ.
فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب ما تفكرش. بقول لك يا باشا مفيش كهربا. كهربا وحشتنا والله. انا هيك اول مره تريح شويه. ايديك وجعتك ولا ايه؟ اجيب لك مسكن؟ اضرب. انا عايز امك معانا. تعرف تبعت تجيبها لي؟ عايز افهم. رد علي. مش عايز تعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه يا لالا؟ انت! مشكلة يا باشا مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية! لا تعترف. افتح بقك. افتح عايز تكهرب لو حمك؟ كده اخويا اسمه حماده يا حبيبي؟ حماده ايه؟ حماده عجل وحش. ابعت اجيب لك مسكن؟ ايه؟ ايه؟ الواد ده يتساب مربوط كده وبقى توف في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح افتح باب الزنزانة. ادم ادم يا نهار اسود يا نهار اسود. ادم رد عليا. ادم حد يفكوا! هاتوا لي عربية اسعاف! وهاتوا هدومه! ادم! ادم رد عليا! ادم! حد يفكوا! ادم! ادم! يا نهار اسود! يلعلقوا شكلك يا سيف يا حبيبي! ادم! حصل امتى الكلام ده؟ يعني ايه ينقله مستشفى؟ ما يسيبه يموت ولا يروح في سكين داهيه؟ نقله على فين؟ طب اقفل 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 بقى مش وقته اقفل. ماشي يا شنبيه شكلك كده مش هتجيبها البر معايا. يا دكتور انا ادم. انت فين؟ طب خليك مكانك ما تتحركش انا جايلك حالا. مين على التليفون؟ بعدين هقولك بعدين. يا فندم انا واجه اتهام رسمي المقدم هشام مطهور قدام عليه هو اللي هرب ادم عبد الحي وانا ذكر وقت كل كلمه بقولها. ما حصلش يا فندم ما حصلش يا سياده اللواء. كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كد وحضرتك عارف ليه. انا يا فندم خاومته خاومته بأقصى جهدي بس هو خدني على اخوانه وضربني ونط من الشباك. خدك على اخوانه يا اخي مش عيب عليك ده انت ظابط عيب عليك. ما تبطل بقى الحركات دي عيب عليك انت. وانا اخته هنا
ده تبقى مصيبة، مصيبة وعدت على راسنا كلنا. ده انا ما صدقت انكم عبطتوا عليه. انتوا ايه؟ مش عصدني عايزين انا حياتي العملية بفضيحة؟ الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. يا فندم هشام مدكور هو المسؤول الاول والاخير عن هروب ادم عبد الحي. يا فندم دخلي في التعليمات، خرج ادم عبد الحي لمستشفى بره جهاز امن الدولة، هو المسؤول، لازم يتحول للتحقيق. مش هو بس اللي هيتحول للتحقيق، كلنا هنتحول للتحقيق، واولته انا. بعد اذن عليك. يلا يا عاطف، انت بصمتك اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي لقيناها في مسرح الجريمه. يعني القضيه لبساك لبساك. ما تعترف يا ابني بقى وتخلصنا. يا باشا انا وشوقي فعلا سرقنا الامريكاني، بس ما قتلناهوش، ما قتلناش. ما قتلناش، ما قتلناش. مش شوقي ده يالا اللي ظبطوك متلبس بقتله؟ هو اللي كان عايز يقتلني وانا كنت بدافع عن نفسي، فقتلته من غلط، قتلته من غلط. قتلته ليه يا عاطف؟ عشان كان عايز يغدر بيا زي ما غدر بسمير مصالح يا باشا. وغدر بيه ازاي؟ عشمناه اننا هنقبضه فلوس قصاد انه يدينا الهارد اللي سرقه مننا مرعي وبعهوله. وبعدين؟ لما قابلناه شوقي اول ما شافه راح هجم عليه وقتله. قتله؟ يعني كمان قتلته سمير مصالح؟ ده كده ثلاث جرائم يا حبيبي. مش انا، مش انا، والله العظيم يا باشا شوقي هو اللي قتله. انا كل اللي انا عملته اني ساعدته في دفنه، اكرامي الميت دفنه يا باشا عشان ناخد منه الهارد. ولا عايزين ناخد منه الهارد يا بيه. ولا ونستر على كلمتنا. الهارد فين يالا؟ الهارد، الهارد هقول، قول هقول يا باشا. الله شوقي هو اللي كسر الهارد وحرقه عشان كنا متصورين عليه واحنا بنسرق الامريكان يا بيه. يعني قتلتوه عشان تسرقوه؟ لا يا باشا، احنا لما دخلنا عليه لقيناه مقتول، قمنا سرقناه، بس مش احنا اللي قتلناه، مش احنا اللي قتلناه، والله العظيم احنا اللي قتلناه. انت هتعدد يلا اخلص. بص يا عبد الكريم بيه، انا قبضت على عاطف واعترف لي ان هو وشوقي اللي قاموا بالسرقه، واللي اكد على كلامه ان البصمه بتاعته اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي احنا بقالنا كتير جدا بندور عليها. وادي يا فندم تقرير الطبيب الشرعي اللي بياكد على كل الكلام اللي بقوله لسيادتك. ده غير يا فندم ان هو اعترف لي ان هو وشوقي قتل واحد اسمه سمير مصالح. سمير مصالح ده كان اخذ الهارد من وراهم واتفرج على الفيديوهات وطبعا فيديو الجريمه، ولما كلمهم علشان يساومهم عشان يسكت راحوا قاتلينه واخذوا الهارد للمره الثانيه. بس المره دي بقى سعادتك كسروه وحرقوه. ده على حسب روايه عاطف، وده بقى بيجاوب على لغز كان محيرنا بقاله كتير قوي، احنا ليه لحد النهارده مش عارفين نلاقي الهارد. بس لحسن حظ سعادتك ان كان في واحد اسمه سيد جيجا كان واخد نسخه من الفيديوهات على فلاشه من ورا سمير مصالح لما كان عنده الهارد قبل ما يتقتل، والنسخه اللي انا وريتها لسعادتك احنا لقيناها عنده لما قبضنا عليه واعترف بكل حاجه، وطبعا كان واخد الفيديوهات دي علشان يتفرج عليها او يبيعها لاي حد غشيم. اما بقى شوقي ده بتاع محل البيرة اللي احنا كنا حققنا معاه من الاول خالص، وطبعا انكر ونفى التهمة عن نفسه وكمان عرف يبعد شكوكنا عنه، واتصرف في جزء من المسروقات هو وشريكه عاطف، ولما اختلفوا اتخانقوا مع بعض، اما عاطف قتل شوقي قبل ما شوقي يقتله، وبقيت المسروقات كلها لقيناها في الشقة وحرزناها، وده كشف بكل الحاجات المتحرزة. متهيألي بقى كده سعادتك القضية خلصت. يا هشام دي لفه صعبه قوي. معلش يا فندم، ما هي الحقيقه دايما بتبقى صعبه، بندور عليها كتير قوي، بس المهم لما نلاقيها لازم نحقق العداله وننقذ ادم من المجهول اللي مستنيه. يا ريت، بس ازاي وهو هربان واحنا مش عارفين طريقه؟ احنا لازم نقبض عليه الاول عشان نحقق معاه ونحاول نثبت براءته، خصوصا ان القياده السياسيه رفضت الطلب الامريكي وقررت التحقيق معاه جوه مصر. بجد يا فندم؟ ده خبر جامد جدا. ادخل. ايه
ما عليك مطلوب للتحقيق تحت. يا ريت بقى تبقى اطمن عليك. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا فندم نبقى نكمل كلامنا بعدين. اتفضل يا شيخ. يا سيف عملت ايه في التحليل؟ هنتلط يا باشا. ايه؟ واضح ان كلنا هنتلط بسبب الواد ابن صبري ده. قول يا ادم، قول كل اللي جواك. اسمي ادم امين عبد الحي، مواطن عادي واقل من العادي. اكبر حلم عندي اني اعيش مستور، وكل ذنبي اني انقذت بنت بلدي ومرضتش بالظلم. انا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي او يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت او مراتك او اختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي تمن؟ انا عملت كده، عملت اللي المفروض يتعمل. بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف مبقاش يتعمل. وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مدكور عن العمل، ويسري قرار الايقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. خلاص يا جماعه، انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا ظابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الظابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي، يعني الراجل كتر خيره وبيحاول يجد معانا دليل براءة صاحبنا، نعمل معاه كده؟ يا حبيبتي تبقى عيبه في حقنا. تمام كده نانسي، دلوقتي جه دورك عشان ترد الجميل لادم. انا ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحه تضامن مع ادم على النت، عايزه اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقه وانزله على الصفحه عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقه. ايوه طب ما هي ظهرت في الفيديو كل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعه انا صحفيه وعارفه ده ممكن يفرق كتير مع الناس. ازاي؟ اوكي يا علي هعمله. بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقه اللي ما قلتهاش اول مره لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزه اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي اقل حاجه ممكن اقدمها له مش كده؟ يعني الضابط هشام توقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقولك يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الأرض. أنا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوة دلوقتي، أنا بفهمك بعدين. أهم حاجة هكلمك بعد نص ساعة تكوني جبتهولي من تحت الأرض. اوعي تنسى يا نانسي. ماشي. صدقتوني؟ صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءة. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله يا استاذ ادم، يرجع لنا بألف سلامة ان شاء الله.
خلاص يا جماعه انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا الضابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الضابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي، يعني الراجل كتر خيره وبيحاول يجد معانا دليل براءه صاحبنا، نعمل معاه كده؟ يا حبيبتي تبقى عيبه في حقنا. تمام كده نانسي، دلوقتي جه دورك عشان ترد الجميل لادم. انا ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحه تضامن مع ادم على النت، عايزه اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقه وانزله على الصفحه عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقه. ايوه طب ما هي ظهرت في الفيديو كل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعه انا صحفيه وعارفه ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي. اوكي يا عليا هعمله، بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقه اللي ما قلتهاش اول مره لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزه اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي اقل حاجه ممكن اقدمها له مش كده؟ يعني الضابط هشام توقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقول لك ايه يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الارض. انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا هبفهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسى يا نانسي. صدقتوني صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءه. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك الف مبروك ان شاء الله. استاذ ادم يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. هات عسكري دكر يحميك يا يا عجل يا باشا. انت بتعمل ايه هنا يا هلا؟ يا بنت كنت بطمن عليك يا بنت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفيفه يا باشا، صفيفه ها؟ بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. يا امك يا ابن الكلب منعتك. ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي. ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة أدب مش عايز. ها؟ بلاش قلة أدب. اهدى بقى يا عمك، الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، ايه إحساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك نعمه كده ليه يا لا؟ يا صبره كانت بتردعك صناعي ولا ايه؟ صبره فكرتني بصبره. اخبارها ايه؟ امك اسمها ايه؟ بعينك. على فكره ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك لان امك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف ان الخلفه دي هتبقى وسخه كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا دمعتك. يا بنت يا بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس.
يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك. انا ضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبره. ابن صبره ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك بتعمل ايه؟ بص كده ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبره وحياة امك مناعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبعت تجيب صحابك معاك هنا؟ تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل. إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. هرجوك. شوية تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر. يلا. حلو حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا استحمى بقى. ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها مبسوط؟ مبسوط يلا؟ مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح تفرق لو كنت جبت فوطة خضرة من صفرة ومن زرقاء؟ تفرقش يا كلها تفرق في الرجولة. في الرجولة. الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها فين الرجولة يا؟ فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبرة. حياة أمك طلعتك. انت اهدى شوية. اهدى كده انت حلو أموك. اهدى اهدى صحتك. اهدى يا بابا. اهدى يا حبيبي. اهدى يا بابا. اهدى شوية. اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي اقول لي يا باشا ليه القانون بتاعكوا ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث ولا انتوا مثلا بيبقى عندكم عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوا على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا نسيت اقول لك حاجه. كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك انت هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا بيه. وحياة امك ملعتك. والاول مره في مصر عجز اختلط. اقفل الميه. رجالي وحريمي وبين البنين الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص. منورة يا علي. منورة. ايه يا شاعر؟ من ايه؟ ها؟ ها؟ ادم فين يا ولاد الكلب؟ ادم فين؟ ادم فين؟
أنا فين؟ بس أنا عندي مشكلة، لازم أفضيله مكان. أنا هعمل أوكازيون، هيقول لي آدم فين؟ هروح. مين قال عايز أروح؟ والله العظيم يا فندم، والله العظيم، ما تتكلمش. والله اسمك عالية؟ ها؟ المفروض اسمك حاجة واطية، حياد أم، شعرك ده، ها؟ عمال سبع رجالة بعض. يا شاعر، والله العظيم ما أعرف، والله العظيم ما أعرف هو فين. والله ما أعرف. بقولك يا شاعر، والله ما أعرف. إيه والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف هو فين يا فندم. افتح المايه. يا ام ما حد خارج من المحبس. يا علي اعملي كده. يا حيوان بص عليك يا حيوان. يا حيوان يا شاعر. عكسه بس خالص. سمعني؟ ها؟ سامعني يا حاضر. والله العظيم حاضر، والله ما حاضر. بقول لك يا شاعر، اتفضل. انت عايز منك خدمه. اتفضل يا فندم، اتفضل. انا عايزك تعمل فيها جميله كده وانا برضه هشيلها لك. عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين. تكتب لي قصيده نهايه ادم عبد الحي. بس انت كده تحتاج قلم ورقه. انا معايا قلم و استنى، لقيت قلم اهو. حرام يا كراميلا، حياه ام. والله يا فندم انا هخرج من هنا لما هتسترجل. حاضر حاضر. يبقى عمرك ما هتخرج يا ده. انا عايزك تسترجل يا فندم. والله انت عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين، اقسم بالله عارف. لو قلت لي ادم عبد الحي فين يا فندم، انا لو انت كده راجل. حاضر حاضر. نعرف لا مؤاخذه نكتب في بطاقتك ايه بدل ما الخانه فاضيه. ها سامعني؟ هتقول ولا لا؟ يا فندم انا لو واحد. يا فندم انت انا نفسي حد يقول لك انا فين. انا فين يا فندم؟ انا فين؟ ايه يا واطيه؟ عاليه عاليه عايزك بقى تتجلى. حاضر. وتكتب بمزاج. والله العظيم هكتب لحضرتك. بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا. حاضر يا فندم. ماشي مارينا معاك اهي. ماشي. حاضر يا فندم. عايز نسوانك اجيب لك نسوان. والله العظيم هكتب لحضرتك. عايز عارفين الصوت ده؟ ها؟ يا جماعه حرام! حد الحانة! وحياة ابوك. عايز ايه؟ نانسي لغايه دلوقتي لسه مختفيه يا فندم، والتحريات بتاعتنا ما وصلتناش لمكانها. نانسي يا اخويا؟ لسه مختفيه يا فندم لحد دلوقتي. ما اشوفش وش اهلك انا لما اكون نانسي موجوده هنا. سامعني؟ اختفي. تمام يا فندم. صباحية مباركة عروسة. ها سطي تعالي. وين انت؟ مش بني ادم. بكرة اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زي بتاعت وانت بوز. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي لي مش عارفه. لا
ها؟ أعرف أعرف. أنا فخور بيك يا نانسي. فين بقى حبيبة عمك؟ عند أمك. ولا أقولك تجري عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ليه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك. ده حتة صايع إرهابي معفن أفعصه تحت جسمتي. بنت فوقي، انت بنت ناس، لا من مستواكي ولا من بيئتك ولا من دينك. بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل، مش كده؟ يتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل. انت ظالم 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 ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله بعد الوقف. انت بتعمل ايه يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي، اسمعني يا هشام كويس. لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته. تعال بقى نخصم ده من ده. هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هممني الوقف ولا هممني الشغل كله ولا هممني حاجه. انا خلاص عرفت وزهقت. زهقت من الظلم والافتراء والوساخه. كرهت النفاق والمحسوبيه.
مليت من اننا كلنا شغالين زي خلية نحل عشان نخدم فرد واحد ونسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هممني جهاز امن الدولة ده كله. انا بس في حاجة محيراني وعايزكوا يعني توضحوها لي. هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدولة وعايز يقدم استقالته. لا حاجة تغير. طب لو ادم اللي جايب هشام؟ بس ادم ما عملهاش. ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مذكور هيقدر يحميه مني. ما انت لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين. انا هو يا باشا بين ايدين سعادتك، واللي انت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي امي واخواتي، مشيهم كلهم. الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه، انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي وقتلت وسرقت، انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياة اغلى حاجه عندك مشيهم، ملهمش ذنب في اي حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلت لي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا. سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ انا عمري هرجت يا شيخ مذكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ، بعدين يطلع على النيابه، وبعد كده يطلع المحكمه، والمحكمه بقى تحكم معاه. احنا مالناش فيه. باشا هو انتوا ضميركوا فين؟ ولا لا مؤاخذه يعني النفوذ والسلطه بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبه لكم مداس؟ هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب، مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ ياخد انا ابن بلدك، ده انا مصري زي زيك، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها، انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومة بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط. احسن حاجة انكم ما تفهموش، لان كل ما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا. حنين. بمناسبة بقى الحناية يا ادم، انا مجهز لك مفاجأة هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني؟ ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. انا فخور بيك يا شام، انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك. يا ابني انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك تعد فلوس غيرك.
السهر. ما تخافش من اي حاجه، ما تضغطيش من اي حاجه، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تضغطيش غير اللي خلقك. امل السهر وقول الحق ولو على الابد. ولو على الأبد. ما تخافش من أي حد، ما تضغطيش لأي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تضغطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك أحسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الآخر خسرت الدنيا وتعيش في جحيم زي خليك فاهم. تعمل الصح وقول الحق ولو على الأقل، ما تخافش من حد، ما تخافش من خلقك.